مساء الخير، مساء المحبة والعافية على عينكم متابعينا. يسعد أوقاتكم بالخير والمحبة والبركة إن شاء الله. رجعنا وياكم ببث جديد وبضاعة جديدة. طبعاً البضاعة اللي محضرها لكم مثل ما عودناكم دائماً كلش حلوة وكلش راح تعجبكم. وعليكم السلام، مية مرحبة باللي يجوي هسه. طبعاً مثل دائما انه احنا نريدكم تسوون مشاركات وتصعدون البث على مود نعرض البضاعة اللي محضريها لكم اليوم، ونعرض لكم الشغلات اللي لابستهم اني. وعليكم السلام ورحمة الله، مية مرحبا بيكم. يلا من هسه همتكم صعدون البث ومشاركات على مود نشوف شنو الشغلات الحلوة اللي راح نعرضها لكم اليوم. طبعا شغلاتنا متنوعة مثل دائما، كل شيء تردونه موجود، يعني مال كبار مال اطفال كل شيء موجود، نسائي رجالي موجود. الاعداد ما جبت والله متعوده هنا دائما. اوراق العمر، مساء الورد على عيونك حبيبتي، نورتينا. هسه راح نبدي نعرض لكم الشغلات اللي أنا لابستها كأوزان كأسعار وكل التفاصيل. أي أعرف وبعد شنو ونسيتني. أي تمام. محمود الطائي يقول عندكم عروض أقل من 8000؟ أكيد عندنا عروض أقل من 8000، عندنا 4 6، عندنا حتى اجور 2000، يعني كل شيء تردون موجود. هسه متعوده والله متعوده. يلا هسه لا عادي خليه. هسه ام علي تقول لي القلاده اللي لابستها ايش قد سعرها؟ طيب تمام. يلا صعدوا البث، خلي نشوف الشغلات اللي لابستها. راح اعطيكم اوزانها والاسعار. اول شيء القلادة اللي اني لابستها، شوفوا ليها هاي الكلكتة الخليجي، هاي وزنها 88 غرام و660 سنت، يعني سعرها 7,535,000. سعر القلادة 7,535,000. اما هاي البتوت، شوفوا لي تصميم هاي البتوت، 2 رفاع بالنص و منا على اليسار وعلى اليمين امتان. طبعا دول الرفاع اللي بالنص فقط ذهب، لكن اليسرى واليمنى بيهم ذهب ابيض. شوفوا لي اياهم، دول بالنص فقط ذهب، لكن دول اليسار واليمين بيهم ذهب اصفر وذهب ابيض. دول البتوت وزنهم 78 غرام و970 سنت، يعني سعرهم 6,715,000. 6,715,000. اما التراتش اللي لابستهم شوفوا لياهم، كلش حلوات ونزاكة مو طبيعية. طبعا رغم فخامتهم بس نازكات وبسيطات جدا. وزنهم 10 غرامات و 60 سنت، يعني سعرهم 900,000. سعر التراتشي 900,000. طبعا باللبس فد شيء مو طبيعي، كلش حلوات. المحبس هذا شوفوا لي، هذا المحبس، هذا المحبس وزنه 7 غرامات و680 سنت، يعني سعره 655,000. اما هذا السوار الليرات اللي صارت من وراء ضجه، طبعا كل فتره انه يخلص ونرجع نكرر الموديل من قد الطلب اللي يصير عليه، الكل يطلبونه لان مرغوب بشكل هذا السوار الليرات. الزنجيل مالته زنجيل شعب، يعني اللي يكون من نوع القوي جدا، حلقاته متماسكه ببعضها فيكون قوي وبمتانه، يعني لا تخافين عليه ينقطع مستحيل.
شوفوا الليرات مالته، طبعا هو بسبع ليرات تقريبا، 1 2 3 4 5 6 7 سبع ليرات بي. هذا السوار وزنه 16 غرام و880 سنت، يعني سعره 1,435,000. اما هاي الحلقه اي بس خل اكمل لان اليوم اني هواي لابسه لهم شغلات. يلا اخر شيء الحلقه، شوفوا لي الحلقه، تصميم الحلقه فد شيء فد شيء مو طبيعي خرافي، الرولكس يجنن كلش حلو تصميمها. الحلقة 6 غرامات و270 سنت، يعني سعرها 560,000. هسه أريد منكم أنه تصعدون البث، تسوون مشاركاتكم بجروباتكم. شك واحد عنده جروبات يسوي مشاركة بي؟ جروب كل شيء، جروب عائلة أصدقاء أهل كل شيء. عائلة وأهل أي هسه أنت عرفتي اللي تمام. عندك خلي يشوفهم هاي الموديل تمام. يلا شالات فان كليب، عندكم اللون الاخضر واللون الاسود تمام، هذا اللي يكون مترتين، واضح بالصوره عندكم موجوده كل الاوزان والاحجام. بالضبط موجوده كل الاوزان والقياسات، يعني القياس اللي تردينه موجود، تردينه عقد موجود، تردين شال موجود، طبعا الاساور مالتهم هم موجوده، وبالاضافه الى الخواتم. شوفوا الجمال، طبعا هاي ثلاث قطع من قطعه واحده. اي بالضبط هاي القطعه، يعني خلي افتح لكم اياهم حتى تشوفوهم. صارت هوس، هذا الاخضر اللي تشوفونه قدامكم، طبعا الاحجار مطروحه من الوزن مثل ما تعرفون. شوفوا جماله هاي القطعه، اللون الاخضر. علي محمود يقول جروب سيارات ومطيرشيه كل شيء، كل الجروبات اللي عندي شاركت فيه بعد اخوك شاركت. شوفوا لي هاي القطعه الثانيه، هذا اللي يكون وزن العفو الطول مالته متر ونص الاسود، أجورهم مناسبة وقطع راقية منشأها الإيطالي. كل الجروبات حبيبي، ماكو جروب تليفونك ما تشارك. يلا صعدوا البث بعد أكثر وأكثر، صعدوا سووا مشاركاتكم مثل ما قال هو شو اسمه علي محمود، مثل ما قال علي محمود سووا بكل الجروبات. طبعا عنواننا بغداد المنصور تقاطع الرواد داخل قيصرية الكوخ القديم، فرعنا الأول شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. سعر المتقال اليوم 385 بيع و375 نشتري من عندكم. طبعا عندنا خدمة توصيل لكل محافظات العراق وكل مناطق بغداد. رسول تقول بلا زحمة تراتي اللي لابستهم. اي استوني قرأت تعليقها حبيبتي أم رسول، التراتشي سعرهم ايش قد بالله 900,000، 900,000 ذول التراتشي، يعني ماخذين اجور عليهم فقط 8,000 دينار على الغرام الواحد التراتشي. ولو هم كل الشغلات اللي انا لابستهم اجورهم 8,000 دينار على الغرام. الحلقه هاي الرولكس سعرها 560,000، يعني وزنها 6 غرامات و270. السلام عليكم، كيف حالك؟ شكرا بنيه في دوج قد وزن وسعر الجلاد. ثقيله بشخصيتي. اي ثقيله بشخصيتي تقول الجلاده، الجلاده اللي اني لابستها سعرها 7,535,000. سعر الجلاده 7,535,000 واجورها فقط 8,000. اجور الشغلات اللي انا لابستهم 8,000. هسه خل اشوفكم موديلات الحلق، شوفوا اليوم رولكس نقول قول وزنهم على الاقل هم شنو اللي دن يهم. طبعا انا كل قطعه دن اعرضها دن نقول وزنها وسعرها. انت الشغلات اللي عرضتهم مو قلت اوزانهم؟ لا ما بس هيك يجوز زعد على الشغلات مو مشكله. تمام، انتوا راسلونا راح ندزلكم كل التفاصيل.
شوفوا لي هاي الوجبة مال رولكس. طبعا ما بيهم مو اكو كم قطعة مو رولكس، شوفوا ليهم. طبعا اي قطعة تعجبكم تاخذوا لها سكرين تدزون اياها على الخاص، راح ندزلكم كل تفاصيلها. يلا ابدوا حضروا سكريناتكم. اشقد قياس الحلقة جاسم منتظر؟ قياس الحلقة موجود كل القياسات، يعني ماكو قياس محدد، فكل القياسات موجودة. انت يا قياس تريد قل لنا وراح ننطيك القياس اللي انت تريده. شوفوا لي هاي الوجبة مال حلق. شوفوا اني دا اقربها لكم على الكاميرا على مود انتو اي قطعة منهم تعجبكم يعني تأشرون عليها وتدزوها لنا على الخاص، راح ندزلكم تفاصيل القطعة كوزن وسعر واي شيء انتو تردوه. ام محمد ايش قد سعر القلادة اللي انت لابستها؟ عمري القلادة اللي لابستها سعرها 7,535,000. هسه صعدونا البس، شنو السالفة اليوم؟ شنو سالفتكم؟ اللي يسأل على العنوان، عنوانه بغداد المنصور، تقاطع الرواد داخل قيصرية الكوخ القديم، فرع الاول شارع فلسطين مول النخيل، الطابق الثاني، لكن البث حاليا من فرعنا اللي بالمنصور. شهد القلادة اللي لابستها ايش قد سعرها؟ عمري القلادة هاي هسه، عمري القلادة اللي لابستها سعرها 7,535,000. شوفوا لي اني هاي عرضتهم، يمكن مو اي عرضتهم صارت عك عشان هسه الشالات اللي دي يسألون عليها. هذا الشال، هذا اللون الاسود الفان كليف، قلنا متر ونص. اي خل اطق لهم على مود يشوفوا. شوفوا لي اياه هذا الشال، هذا وزنه 16 غرام و 480 سنت. خلي اشوف لكم السعر، 16 غرام و 480، يعني سعره 1,400,000. سعر هذا الشال 1,400,000. اما هذا اللون الاخضر اللي هو يكون اقصر منه بالطول، يعني الاطوال مالته مو متساويه، مو نفس الطول، هذا اقصر من الاسود. هذا الشال 10 غرامات و 510. اخذوا السكرين على مود، لان شفنا هوايد يسالون عليهم، فالاريح لكم تاخذوا لهم سكرين على مود من ترجون تسالون عليه، يعني موجود نقدر بسهوله نوضح لكم تفاصيله. هذا 10 غرامات و 510، يعني سعره 895,000. 895,000 هذا الشال. يقول ما عندكم حلقة ثواب؟ كل شيء موجود. ثواب؟ إيه موجود. تدبر المرأة والحلقة جاهزة علي، هديتك بس دبر المرأة. أريد بتوت أجورهم 4,000، أكيد موجود، راسلينا على الخاص وراح ولو هسه ما طول قريبات علي، خلي أشوف لكم البتوت اللي أجورهم 4,000. ميثاق عبد الزهر يقول هو المنصور وين صاير؟ بغداد. خلي بغداد المنصور. بغداد المنصور تقاطع الرواد، يعني الجي بي اس بجي بي اس تقدر تجي. شوفوا لي ذولي البتوت، ذولي البتوت اجور 4,000 دينار، ذولي الكلكتة الخليجي اجورهم فقط 4,000 ووزنهم 54 غرام، 54 غرام و 840، يعني سعرهم 4,445,000. كله بس أربعة. والله سهلات بس أربعة. سعرهم 4,445,000 دول بتوت وإجورهم 4,000. يلا صعدوا البيت. الحلقة اللي دي يسألني على الحلقة، هاي الحلقة اللي أنا لابستها الرولكس سعرها 560. مش قصة هرها 560. أنا صغنا بوجهكم. سعرها 560,000 هاي الحلقة. سووا مشاركات حتى نسووا مسابقات هواية. مشاركات ما والله، يعني أنا من صفات بوجهكم أكيد نسيت، غير تقول لي أنا من أصلا يعني نسيت. هم يردون تراش ولا ما يردون؟ والله ما أدري.
اكيد يردون، ماكو حد ما يريد تراشي ترى. شوفين هسه اشياء باجور 4000، شوفوا لي ذولي بتوت ال 4000. طبعا هاي اللي سالتنا على بتوت 4000، ذولي بتوت 4000، ذولي وزنهم 57 غرام و450 يعني سعرهم 4,655,000. 4,655,000 واجورهم 4000. الحلقة اللي بيديك ايش قد سعرها؟ جاوبيها ست ولاء على شنو؟ الحلقة اللي بيديك ايش قد سعرها؟ عمري الحلقة اللي بيدي 560,000. شوفوا لي اياها، خذوا لها سكرين. 560,000 هاي الحلقة. خلي اشوفكم بتوت بعد اجور 4000. ها اللي من ضمنهم ذولي اللي فقط ثلاثة. مرزاج. شوفوا ليهم ذولي الفرزاتشي كلش حلوات وناسكات جدا. ذولي وزنهم 31 غرام و760، جور 4000، سعرهم 2,575,000. 2,575,000. خلي اشوف لكم بعد شنو جور 4000. وينهم؟ سووا لنا مشاركات على مود نسوي لكم عروض هواية، سووا مشاركات. يلا بعد. ساعدونا البث على مود نسوي عروض. إبداعات الشمرية تقول عافية شوفيني حلقات رفيعة، عمري قبل شوي أنا عرضت لكم حلقات تقريبا يمكن 3 طبلات أو 2، يجوز أنتِ ما لحقتي عليهم، تقدرين ترجعين بالبث تشوفيهم وتاخذي لهم سكرين وتدزنيهم، راح ندز لك تفاصيلهم. شوفوا لي ذولي البتوت، ذولي هماتين جور 4000 وزنهم 37 غرام و180، مو اي 37 و180، جورهم 4000، سعرهم 3,010,000. محمد علي يقول السلام عليكم، اكو توصيل الكركوك؟ اكيد عندنا لكل المحافظات، محافظات العراق كلها عندنا لها توصيل. حبيبي راسل الصفحه وندز لك اياها بأدق التفاصيل. تمام، شوفوا لي هذا الموديل، هذا الموديل، دولي فقط قطعتين، هذا الموديل وهذا الموديل. احمد الكوفي يقول يعني هاي الحلقه هم اجورها 4000، الحلقه اللي لابستها اني لا اجورها مو 4000، اني فقط البتوت اعرض لكم اجور 4000، ما عرضت لكم شيء غير البتوت اجور 4، بس عندنا هواي موديلات اجورها 4000 كحلق كاساور كميداليات كل شيء. رفيف ابو عبد الله تقول مدري يقول خلوا مصطفى الساهر يحكي. مصطفى الساهر؟ اي ما اعرف مصطفى الساهر من هي من الساعة تقول سلام الساهر جود كادر ساهر جود كلهم. يا اهلا وسهلا. توتا تقول حبيبتي الاجور 2004 هم مستورد؟ اكيد عمري هم كله مستورد، يعني ما عندنا اي شيء عراقي، يعني كل الشغلات اللي بنسوي بها عروض ترى مو عراقيه، كلها مستوردة، أي شيء عراقي بالمحل ما موجود نهائيا، كل البضاعة عدنا عرضها لكم اللي كانت أجورها 8 أو عليها عروض فهي كلها مستوردة، تركي إيطالي خليجي، ما عدنا أي شيء عراقي. شوفوا لي هذا الموديل وهذا الموديل، دولي أجورهم 4000، خلينا نشوف لكم دولي الموديل، دولي 26 غرام و900، سعرهم 2,180,000. 2,180,000 وأجورهم 4000. شوفوا لي هذا الموديل، ذولي 29 غرام و490، يعني سعرهم 2,390,000. ذولي أجورهم 4000 دينار على غرام الواحد. أما ذولي البرم، الله بلوة. سلمان الطائي يقول لعب عبد محمد الجبوري، شوف ابو علي كله خدمة توصيل، يعني شلون بالله اذا واحد يشتري خدمة توصيل توقفوا له. هاي الاصدقاء بيناتهم واحد يوقف على الثاني على الحكاية. شوفوا لي ذولي بتوت البرم، ذولي هماتين اجور 4000 دينار، ذولي 37 غرام 0.09، يعني سعرهم 3,005,000. محمد علي الحلقة ب 560,000. قصده هاي الحلقة اللي انا لابستها 560,000، واكو بعد موديلات هواي حلقات. شوفوا لي دولي البتوت،
افنان مساء الورد على عيونك حبيبتي نورتينا. شوفوا لي دول البتوت دولي هماتين اجور دولي اجور 8 يعني مو 4000. شوفوا لي اياهم دولي 53 غرام و750 يعني سعرهم 4,570,000 وذولي اجورهم 8000. هو سبعه تصل الاشياء اللي يجورهم 4000 البتوت مو الاشياء البتوت الاجور 4000 لكن عندنا هواي شغلات اجورها 4 يعني يريد اساور تراتشي حلق محابس كل شيء كل شيء موجود اجور 4 4000 وعندنا باجور 8000 محبس رجالي نازك مصطفى دي يريدون محابس رجالي. ايش قد سعر الحلقة؟ الحلقة سعرها 560,000 560,000 سعر هاي الحلقة. مصطفى هسه مثل النقشة مال عشو الطاهر مال ملعب مو لون غلطان. هسه نشوفكم السيتات اللي عندنا تشوفونه واضح قدامكم. هذا الفرزاتشي الايطالي تصميمه كلش حلو نعطيهم وزنه اي خل نشوف وزنه قد وزنه 11 غرام اول شيء خلي بين ما نشوف وزنه خليه على الكاميرا على مود اللي ما يلحق ياخذ له سكرين. ايش قد سعر المثقال اليوم؟ اليوم المثقال 385 نبيع و375 نشتري من عندكم. 40 افنان تقول السوار اللي لابسته عمري هذا السوار السوار اللي ارات اللي اني لابسته سعره 1,435,000 سعره 1,435,000 السوار. عيني ست هذا الوزن التخم 58 غرام و620 تمام يعني سعره يعني سعر هذا التخم 4,985,000 هذا التخم 4,985,000 اخذوا له سكرين على مود نشوف الموديل الثاني. روز حيدر تقول اطلع من البث لو تردون علي ايش قولي شنو سؤالك قبل لا تطلعين وقبل لا تزعلين ما لحقنا نقرا سؤالك صراحه جدا نعتذر من عندك. شوفوا لي هاي القطعه الثانيه اي شوف هذا الموديل الثاني هذا نزاك بشكل مو طبيعي يعني تلبسه يصير فد شيء عليه يجنن. شوفوا لمعته ونقشته تجنن كلش حلو. هذا ايش قد وزنه؟ اريد اعرف بيش المثقال اليوم. اليوم المثقال ب 385 نبيع و 375 نشتري من عندكم. محمد علي دا يقول عندكم ساعات ذهب؟ ابو ساره حبيبي موجود كل شيء ساعات ذهب حتى سيارات ذهب اذا تريدها موجود عندنا. ها بوس النسارة اهم شيء تبوس النسارة قلها خالي يسلم علي لا تزعل. هذا سيت وزنه 46 غرام و 600 46 غرام و 600 تقريبا 9 مثاقيل وربع وشويه سعره 3,960,000 ايش قد سعره؟ 3,960,000 يعني سعره كلش مناسب وشكله كلش حلو كلش راقي شكله يعني هاي اللي تلبسها يعني بالنيشان ينطيها لا. جماليه مو طبيعيه هو يحليها يزيدها جمال سعره 3,960,000 منال عمري احنا الاشوق حبيبتي نورتينا. ايش قد سعر السوار ابو الليرة اللابسة؟ السوار سعره 1,435,000 ذولي الليارات مات اللامعة ما ادري ايش كنت اقول نسيت اكو مات واكو لامعة اي بس هذا اللامع وزنه 16 غرام و 880 سنت يعني سعره 1,435,000 طبعا هذا السوار كلش قوي وكلش عملي يرهم ما طلعه يرهم ما البيت كل شيء يعني اذا تلبسيه بالبيت لا تخافين عليه جدا جدا عملي. ام مصطفى عمري النور بوجودك انت اللي منورتنا عمري. عنوان بغداد المنصور تقاطع الرواد داخل قيصرية الكوخ القديم فرعنا الأول شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني سعر المثقال اليوم 385 بيع و375
نشتري من عندكم، وعندنا خدمة توصيل لكل محافظات العراق وكل مناطق بغداد. يعني تطلبون القطعة يوصلكم المندوب لحد باب البيت إذا كنتوا داخل بغداد أو محافظات. شلون؟ بسوار الليارات شوي ينباع. شوي ينباع يعني مثلا أخذوا منا ليارة واحدة؟ ما تخلون واحد لابس له شيء. شوفوا لي هاي القطعة الملكية. طبعا بالعافيه على اللي اخذته، وشايفه الف خير تتهنين بي وتلبسين الاكثر من عنده يا ربي. كلبش على سولفي على هذا. شوفوا لي هاي القطعه الضخمه الجمال، هنا أنا يوقف الكلام من جمالها، كلش حلوه. طبعا هاي مو فقط قلاده او كرسي جابر، لان كلش قليله عليها قلاده، دحسه دحكي على قلاده صغيره. هاي مو فقط كرسي جابر، هذا تخم جابر. كامل هذا جابر، جابر واهله، جابر وعائلته. هذا تخم كامل. التراشي، شوفوا لي التراشي مالته، اخذوا لهم سكرين. وهذا المحبس، هذا المحبس مالتها، والسوار، وهذا الكرسي كامل. شوفوا لي اياه، هذا السوار بثلاثة، بس هذا كارتير يعني تمام، كارتير ايطالي. هذا التخم كامل. ايش قد وزنه هذا؟ انت كنت لابسته بذيك الايد؟ لا بهاي الايد. ايش قد وزنه هذا التخم؟ مصطفى جاب لي يوم يحكي. اعطيني اياها هسه اقول لك 230؟ 232 مو اتذكر. شوف لك اياه. اي ايش قد حبيبي؟ 232 اذا ما خانتني ذاكرتي العظيمه. 232 اذا ما خانتني ذاكرتي العظيمه. القلادة اللي لابستها اني سعرها 7,535,000. طبعا اليوم عندكم خمول، خمول مو طبيعي، ما ادري ايش عندكم طالعين نايمين. 232 مصطفى مضبوط. 232 232 232 ضبط؟ اي ضبط. يعني سعره 19,720,000. جيبه مصطفى خلنا نسولف عليه. 19,720,000. طبعا انا لبست لكم سوار بدال هذا اللي انباع، لبست لكم هم ليارات، بس هذا تصميمه يجنن. الزنجيل مالته كارتير، شوفوا الكارتير مالته من الوسط 200، لكن من الجوانب ارفع من هذا اللي بالنص، وبي فقط 3 ليارات. شو قد وزنه؟ وزنه 20 غرام و980. شوفوا لي اياه. هذا طبعا اجور 12، سعره 1,865,000. مليون و800، خليه كتبه على مود. 1,865,000 من يسالوني عليه اتذكره. مليون و865 مليون و865 الف سوار. وين السوار اللي انباع؟ هذا اي يعني ست، هذا التخم الكبير. اي تمام. هذا طبعا اكثر من يعني هذا 335 غرام، 235 غرام و270. شوفوا تفاصيله فد شيء، يعني كلش راقي بشكل مو طبيعي، راقي وجميل جدا. شوفوا لي التراشي مالته، ملحقاته 335 و270، يعني سعره 28,500,000 بالضبط. اول خلينا اول شيء خلينا نحكي بيه، بعدين نفاجئهم بالسعر. التراشي، شوفوا لي التراشي مالته، هاي كلها التركية مالته، والمحبس، شوفوا لي المحبس، وهذا السوار، وهذا الكرسي جابر. اخذوا لي سكرين، سعره 28,500,000. بس رجعوا شوي لورا خلي يطلع كله تمام. 28,500,000. تفضل مصطفى. نور الواسطية تقول تجلد سعر التراشي اللي لابستهم. تمام، التراشي اللي لابستهم سعرهم 900,000 ذول التراشي. طبعا اكو نفس موديلهم بالضبط لكن اضخم، يعني هاي الطوبة مالته اضخم من هاي، ضخمة وزناجيل اكبر.
ذولي 900,000 التراشي. أما اللي سألني على المحبس ما أعرف منو راح التعليق، اللي سألني على هذا المحبس اللي أنا لابسته فسعره 655,000. أما هاي الحلقة الرولكس، شوفوا لي هاي الحلقة، الحلقة سعرها 560,000. أما البتوت، البتوت مثل ما قلت لكم بداية البث إنه ذولي بالنص ذهب فقط، لكن ذولي على الجوانب بيهم ذهب أصفر وذهب أبيض. شروك شروك ما هذا غير شيء وفرع لا لو هن هيك موجود ملاعب ورم أبو الليلة. سارة الشماري تقول شنو ماكو بعد نفس هذا السوار اللي ينباع؟ لا أكو موجود. نور الواسطية، حياتي ليش ما تردين ايش قد سعر التراتشي لابستهم؟ عمري التراتشي 900,000، 900,000 سعرهم. وردة الجاردينيا اكو نفس السوارة بالليرات اللي ينباع؟ اكيد اكو، اكو ارخص واكو اغلى. ارخص واغلى؟ اي هذا يعني نفسه. لولة البحار تقول جد اجور الغرام للكرسي جابر؟ اجوره 8000 دينار للغرام. فد تعليق، تعليق يقول هذا المفروض مو اسمه كرسي جابر، المفروض اسمه البسيني وموتي العذال. اكو واحد معلق كاتب نصيحه للمتزوجين، تاخذ تليفون زوجتك وتحضر هاي الصفحه. طبعا مو خوي السالفه. شنو ايش قد سعر المحبس اللي بايدك؟ المحبس اللي بايدي سعره 655,000، 655,000. طبعا اذا تردوا اسوي لكم اياه بجور 4000. يقول لكم محمديه الاطفال يجور 2000 دينار؟ لا والله كيميكال فرفوره ما عندنا هيك، يعني المحمديات الاطفال يجورها 8000. تمام. المحابس الرجاليه اللي رتيهم يا يلدز الدليل. مشكلتي ويا 22 مليون، مشكلتي ويا 500، لذلك ما راح اخذه. يلدز الدليل شوفوا لي، شوفوا لي ذولي المحابس الرجاليه اللي طلبتوها. طبعا راح اسوي لكم مثل الحلقات هيك بشكل سريع، انتم فقط تاخذون سكرين وتاشرون على القطعه اللي عجبتكم وتدزون اياها على الخاص، راح ندز لكم كل تفاصيلها. شوفوا لي اياهم، عنواننا بغداد المنصور تقاطع الرواد داخل قيصريه الكوخ القديم، فرعنا الأول شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. سعر المثقال اليوم 385 بيع و375 نشتري من عندكم. عندنا خدمة توصيل لكل محافظات العراق وكل مناطق بغداد، التوصيل داخل بغداد 10,000، أما المحافظات ف 15,000. لا ولا ها اللي يريد ياخذ تخم حسبة 1.5 مليون في شيء. اي تمام، حتى اقل. صديق ذكرتني. طبعا اللي يسالون على تخامه اوزانها واسعارها مناسبه وبسيطه. طبعا ذولي التصاميم اللي تكون اوزانهم جدا بسيطه واسعارهم جدا رخيصه. طبعا ذولي يطلع سعرهم من 1.5 مليون تقريبا للي يريدون يتزوجون ويدورون على تخم شيء مناسب. يعني هذا هيش تصميم مناسب. خلي نجمع لكم الاوزان مالته ونشوف لكم وزنه كامل وسعره كامل. 9670 زائد السوار جقد 2.62. طبعا هذا كامل، هذا التخم كامل وزنه 16 غرام و900، يعني سعره 1,435,000. 1,435,000 هذا التخم. يعني موجود عندنا تخم من 28.5 مليون، يعني حتى اقل حد 1,400,000، يعني هذا حتى اقل 1.5 مليون. اي 1,400,000، فموجود كل شيء بصياغه جودي، من تخم 1,400,000 الى 28.5 اكبر تخم عندنا. وتريد ندور لك تخم كيلو وين ثلاثة ما عندنا مشكلة. شو بس صادق هذا مين؟ هاي وين أنا رايح التعليقات؟ والله ما أدري هاي التعليقات، يعني ما يطلع اللي تجدد. يبقى الموفر.
هذا منه كم حضرته كاظم الحنين. طبعا راح تخبلين نسوان علينا، طبعا هنا يحبن الذهب النسوان، فاذا مو انا يخبلن اكو غير يخبلهن. ليش فلا تخاف. اي ليش خطي يروحن يتخبلن؟ اشتروا لهم ذهب جيبن هنا احنا نبيع لكم وتمرون تقللون. سعر القلادة اللي انا لابستها سعرها 7,535,000. اما البتوت اللي لابستهم البتوت 6,715,000. اما الحلقه الرولكس فهي سعرها 560,000. اما التراتشي شوفوا لي التراتشي، تراتشي 900,000. خلي اقربها لكم تاخذوا السكرين. سعرها 900,000. 900,000 هاي التراتشي. اما المحبس، المحبس 655,000. اما هذا السوار اللي لبسته بدال الانباع. رفيف ابو عبد الله يقول المره تعاركت وياه من ورا ذهبكم. ليش تزعلها؟ كان جيت راضيتها حتى ذا بمحبس بسيط. حتى ذا بمحبس ابو مليون يعني مو فد قيمه. هذا السوار ايش قد سعره بالله؟ 1,865,000. طبعا اليوم النت كلش ضعيف يعني ما ساعدنا. فاللي هنا راح ننهي البث اليوم، اكيد نشوفكم بالايام الجايه هوايه، واكيد محضرين لكم بضاعه كلش حلوه اكيد تلوق لكم وتعجبكم. طبعا قبل نروح القلاده اللي سيلوني عليها سعرها 7,535,000. اما البتود 6,715,000. التراشي 900. الحلقة 560. المحبس 655. السوار 1,865,000. عنواننا بغداد المنصور، تقاطع الرواد داخل قيصرية الكوخ القديم، فرعنا الأول شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. عندنا خدمة توصيل لكل محافظات العراق وكل مناطق بغداد. سعر التوصيل بغداد 10,000، أما المحافظات 15,000. اللي هنا نقولكم تصبحون على ألف ألف خير، وإن شاء الله نشوفكم بالأيام الجاية، وربي يحفظكم وربي يرزقكم ويرزق الجميع إن شاء الله. تحياتي لكم، مع السلامة.